الدين مقدم على الوطن، الدين مقدم على ماذا؟ على الأراضي. ولكن يا إخوان الحزبية تعلي وتصل. ومن أسباب السعادة ومن أسباب ارتباط الأسرة أن تخصص أنت أيها الأب وأنت أيتها الأم وقتا معينا لأبنائكم وبناتكم، ولو ساعة أو ساعتين في اليوم، تجلسون معهم، تتفقدون أحوالهم، تتفقدون ما يتناقلون في أجهزتهم، تتلطفون معهم، تضحكون معهم، تداعبونهم، تلاعبونهم، تنظرون في أمرهم، تغضون عن بعض زلاتهم وتؤدبونهم عن بعض الزلات. تنبه لهذا يا عبد الله، ليكن لأهلك وأولادك نصيب منك. لا تشتغل بالدنيا وحطامها الزائل وتترك واجباتك نحو أهلك ونحو أولادك. أحد مشايخنا الأفاضل وهو شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر يخصص يوما في الأسبوع يخرج مع أولادي في مكان أو في استراحة لهم، يقضي معهم ليلة كاملة أو يوما كاملا من آخر النهار إلى ما شاء الله بعد العشاء، يلاطفهم ويمازحهم ويتفقد أحوالهم مع أحفاده وأسباطه وأولاده وجميع أسرته ونساؤه وأولاده. هذا مما يجلب السعادة للأسرة ويجعلها تشعر بأن وراءها راع بعد رعاية الله سبحانه وتعالى. فليكن لأولادك منك نصيب. أما تجد البعض من الناس مع الناس يضحك يفغر فاه حتى تبدو نواجذه ويقهقه، لكنه إذا أقبل على البيت اكفهر وجهه وجمع هموم الدنيا كلها ليلقيها على بيته. وبعض النساء كذلك، وتفتح لا كانت فما لو رأيته توهمته بابا من النار يفتح. أول ما يدخل الزوج مكفرا، شوف كذا كذا، أولادك فعلوا كذا كذا، أنت ما تدري عن كذا وكذا، أنت فيك كذا وكذا، أنت ما تنفق علينا، أنت فتحرقه، تجعله يريد الفرار من البيت، يبحث عن طريق يفر إليه، ربما كان التقصير منه وربما كان منها وربما كان من الاثنين معا. فاتق الله يا عبد الله واتق الله يا أمة الله في أولادكم. إذا أقبل عليك زوجك استقبليه بابتسامة وبهدوء وبكلمة طيبة، وانسي كل شيء ونسيه كل شيء، نسيه هموم الدنيا. وهو يجب عليه كذلك أن يسلك نفس المسلك. اجعل من بيتكما بيت سعادة وطمأنينة وهدوء وجد واجتهاد في طلب السعادة الدنيوية والأخروية.